السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله كده هنكتب مع بعضينا جملة بخطين، خط النسر. وما شاء الله نبدأ الفصل مليان يعني. ها؟ ماشي. هنكتب الآية القرآنية، هنكتب الآية القرآنية. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما بنعمة ربك فحدث. يا ريت تشوفوا حركة ايه؟ حركة القلم أو الطباشير أنا بكتب ازاي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت يا جماعة عشان تلاقيه. شوف التشكيل. الشرط الثاني. وأما بنعمة ربك فحدث. بصوا يا جماعة، قبل ما نشرح الجملة دي كخط يعني نشوف حروفها، الآية دي في سورة إيه؟
سورة الضحى. سورة ايه؟ سورة الضحى. تمام؟ في سورة الضحى آية ايه؟ آية رقم 11. خلاص يا جماعة؟ طيب الناس فاهمة الآية دي غلط. الناس فاهمة الآية غلط. الناس فاهمة ان الواحد اللي معاه فلوس او املاك او اطيان او اي حاجة يمتلكها بيقعد يتفاخر بيها ويعرضها للناس، والموضوع ده حتى بنلاقيه على السوشيال ميديا، خصوصا في الناس مين اللي معاه عربيات بيطلع يتصور بيها، واحد ملوش اي 30 لازمه، يعني من الناس اللي هي مغنيين او ممثلين بيطلع يتمنظر على الناس بيه بموضوع فضل، واللي معاه فيلا واللي معاه مش عارف قصر، واللي معاه بيطلع بحيوانات باسد، ويعني وهو اصلا بيرمي بالفلوس الى قدام الناس، يعني حاجه يعني سبحان الله، يعني وهو ملوش اي فايده في المجتمع، ما فيش غير انه هو بتاع ايه؟ بتاع هلس وكلام فاضي، يعني ايه؟ باسم الفن، وهو بيعمل ايه؟ يا فن ايه؟ الفن ده هو اللي بنكتبه، هو ده المفروض الفن المفيد، انما اللي بيقولوا عليه الفن ده ما فيش غير الرقص ويطلع العريان ويطلع البتاع في حفلات، انتوا طبعا عارفين على مين يعني، مش مفيش شرط اتكلم بفلان او علان. طيب تمام؟ خلاص. الموضوع ده غلط. ليه؟ لأن بيصير الحقد للناس، يعني انت لما تطلع تمنظر، في ناس فقيرة معاش، يعني راعي للناس، في ناس معاش فلوس مش معاها الكلام ده الطرف، مش لاقي تاكل، في ناس بتاكل من الزبالة، يعني في ناس بتدور في الزبالة عشان تطلع اكل عيشة، وفي ناس عايشة ب 1200 جنيه في الشهر بيتها كله، يعني تخيلوا بقى، فيعني الحالة على قديها. فانت ما تجيش تتمنظر على الناس وتقول واما بنعمه ربك فحسنا، لا لا يا حبيبي انت فاهم الايه غلط. طب ايه المقصود بالايه واما بنعمه ربك فحسنا؟ المقصود ان الانسان يحمد ربنا ويشكره، لو ربنا كرمه يعني بمال وفير او املاك او اطيان او اي حاجه ربنا وسع عليه، ان هو عليه الحمد والشكر يشكر، يعني لما يسال ايه اخبارك يقول الحمد لله، يقول ايه اخبارك يقول الحمد لله معايا والدنيا تمام وربنا كرمني من وسع والدنيا واسعه معايا وربنا موسع عليه في نعمه هو الحمد لله، ما يقولش مش معايا والله الحاله ده والله مش عارف ايه، لا يحمد ربنا على النعمه اللي ربنا ادها. خلاص دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الانسان برضه غلط انه يعرض ما لديه، حتى لو كان نيته كويسه وانسان صالح، غلط يعرض اللي معاه، مش كل شويه انا معي كذا انا معي كذا، لا ليه؟ لان هو بيكون عرضه لحاجتين، يا اما الحقد يا اما الحسد، والحسد ده ممكن ايه؟ يزول النعمه اللي انت فيها. فعشان كده بقول لكم انا في فيديو نزلته مخصوص عن كيف او ازاي تعيش سعيد في الدنيا وتحقق احلامك، من ضمنها حاجات ثلاث اشياء لو انت حققتها، لو انت حققت هذه الاشياء الثلاثه ان شاء الله هتحقق كل اللي تتمناه وربنا هيكرمك وتعيش سعيد ومرتاح في الدنيا. فاللي عايز يتفرج على الفيديو ده انا هسيب برضه ايه الوصف، هسيب الرابط بتاعه في الوصف اللي عايز يتفرج عليه على اليوتيوب يعني. طيب يبقى الواحد ما ينزلش اللي عنده حتى لو كانت نيته كويسه عشان ما يكونش عرضه لزوال النعمه دي عن طريق ايه؟ الحسد. تمام؟ طيب انت لو ما عندكش فلوس تقول انا ما عنديش نعمه؟ لا، نعم ربنا كثيره. اولا دي الايه دي بيخاطب بها الرسول عليه الصلاه والسلام، ربنا بيخاطب بها الرسول عليه الصلاه والسلام، واما بنعمه ربك فحدث. نعم ربنا على الرسول قيل هي النبوه وقيل هي القران الكريم. تمام؟ ربنا ده اكبر نعم. طيب واحنا برضه مامورين بما اتمر به الرسول، مخاطبين برضه بالايه دي، يعني جميع الامه مخاطبه بما تم مخاطبه الرسول عليه الصلاه والسلام به. طيب احنا نعم ربنا كثيره، معناش فلوس لكن في صحه، في عند ربنا كرمك بنعمه الاسلام، في غيرك، في ناس بتعبد البقر، في ناس بتعبد يعني مش عايز اقول لكم في حاجات يعف لسان واحد يقولها، يعني في ناس بتعبد يعني مكان العفه بتاع المراه ده في دوله من الدول دي بتعبد الكلام ده، وفي ناس يعني زي الهندوس بيعبدوا ايه؟ بقر بقر، تخيلوا العبد بتاع الانسان. فانت ربنا كرمك بنعمه الاسلام دي اول حاجه، وربنا بعد ما كرمك بنعمه الاسلام اكرمك ب يعني النهج السليم، في ناس برضه منحرفه داخل الاسلام ده، يعني في ناس متطرفه، في ناس ارهابيين،
في ناس فرق يعني بعيدة كل البعد عن الدين الإسلامي، يعني في بدع أو منكرات فرق ومذاهب، فأنت ربنا هداك للفرقة النهجية بإذن الله. خلاص يا جماعة؟ يبقى ده كلها تبع وأما بنعمة ربك فحدث. فهمنا معنى الآية؟ الآية مش معناها أني أتكبر على الناس ولا أظهر الناس. فأنت مطالب لو أنت ربنا أكرمك ب يعني ذكر نعمة ربنا بقولا وعمل، بالقول بالحمد والشكر. طب بالعمل يبقى ربنا يعني أكرمك يبقى خلي النعمة مظاهرة عليك، ألبس كويس، يعني ما أجيش فأكون أنا معي فلوس ولابس هدوم ناس أقل من الفقراء، مقتر على بيتي وعيالي، ما بصرفش عليهم، ما بدهمش فلوس، ما بصرفش عليهم، سايب الفلوس كلها مخزنها ومكدسها ومش مستمتع بأي حاجة من نعم ربنا. لا، ربنا يحب إن نعمه تظهر عليه، فيعني بين أثر نعمة الله تعالى عليك في الملبس والمأكل والمشرب والتوسيع للأولاد، ويعني حياتك تعيشها بما رزقك الله به. تمام يا جماعة؟ خلاص فهمنا معنى الآية؟ طيب نشوف بقى في موضوع الخط بتاعنا. احنا حرف الواو يا جماعة، يعني الجزء ده شايفين؟ هنا بيكون فيه نزول مقدار ايه؟ نقطتين. ولو عملنا خط كده هنلاقي فيها ميل مقدار ايه؟ نقطة. وهنا في الداخل بيكون فيه هنا نقطتين. خلاص؟ طيب هنا في واحنا الالف قلنا احنا طبعا عارفينه يا اربع يا خمس نقاط. لما تكتبوا كله خمسه يبقى تمشي كله خمسه، كتبت اربعه يبقى تمشي كله ايه؟ اربعه. هنا الميم شايفين في فراغ تحت زي مثلث، لازم ابين الموضوع ده. والفراغ الداخلي بتاع العين شبيه بايه؟ بفتحه العين، بياض فتحه ايه؟ العين، يعني شكل لوزه. بنعمة ربك، هنا حرف العين شايفين بيكون مقدارها نقطتين. خلاص يا جماعة؟ وهنا تحت العين في مقدار نقطة، والجزء ده التاء مربوطة مقدارها نقطتين. طيب ممكن أعملها بنعمة ربك أعملها بشكل تاني، يعني ممكن أعمل الباء تمام والنون وأطلع أعمل العين بالشكل ده وأمشي واعمل الميم واعمل التاء بالشكل ده او سريعا، يعني ممكن بالشكل ده الميم والعين، مش شرط اعملها ايه تحت زي ما انا عاملها بالشكل ده. خلاص يا جماعه؟ وهنا في الجزء ده بيكون فيه مقدار نقطه، وهنا بيكون فيه مقدار نقطه. ربك الراء زي الواو نفس الكلام نقطه، وهنا الجزء ده نقطتين. خلاص في الداخل الجزء ده نقطتين. ماشي؟ والجزء ده بيكون مقداره ايه؟ هنا هنا مقدار ايه؟ نقطة. ربك الفراغ بين الباء والكاف بيكون مقداره ايه؟ نقطة. وخلي بالك مش شايفين تحت هنا الكاف في فراغ مقدار ايه؟ نقطة. ولو عملت خط هنا في فراغ نقطة، وهي الكاف بيكون ايه؟ مقدارها كام نقطة؟ أربع نقاط، بيكون مقدارها أربع نقاط. خلاص يا جماعة؟ طيب فحدث، شايفين الفاء جات فوق ايه؟ حرف ايه؟ الحاء، لكن ممكن برضو اعملها الفاء بالشكل ده تمام؟ واحط الحاء بالشكل ده. خلاص؟ يعني هنا برضو يجوز وهنا يجوز. طيب الاحظ انا برضو عندما عملت الحاء بالشكل ده دول مراحل صاعد زي الدال، يبقى راس الحاء شايفين لازقه فيها يعني متسقه فيها، يعني برغت راس الحاء. وهنا الفراغ بتاعي هم صغير، وبيكون تحت الحرف هنا في مقدار نقطه، والجزء ده بيكون في مقدار نقطتين. ماشي يا جماعه؟ فحدث الدال برضه هنا بيكون نقطتين، والجزء ده بيكون برضه هنا نقطه وهنا نقطه وفي الداخل نقطتين. الفراغ برضه هنا صغير بين الفاء والحاء، يعني ضبط مقدار ايه؟ نقطة صغيرة. طيب وهنا تحت الحرف بيكون أقل من نقطة يعني الارتفاع، وهنا المسافة بتاعته بتكون مقدار نقطة. حرف الساعة هو زي حرف ايه؟ حرف الباء طبعا. أربع نقاط تمام؟ وعمق هنا بيكون فيه نقطة، والجزء ده بيكون في الداخل نقطة. طيب هنا حرف الباء لما بعده أربع نقاط
يبقى امشي الالف بتاعتي بتكون طولها ارتفاعها اربع نقط. خلاص يا جماعه؟ لو عملتها الالفات خمس نقاط يبقى الباء بزودها شويه، الفراغ بتاعي بيكون بتاعها تقريبا اربع نقاط ونص. في اي استفسار في الجمله دي؟ في اي استفسار في حاجه مش واضحه؟ في حاجه مش واضحه يا جماعه؟ لا. خلاص يعني؟ طب نكتب في الكراسات ان شاء الله هنصحح معاكم. شكرا لكم.